مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. كان هناك العديد من الطائرات الرائعة وأنواع أخرى من الطائرات التي كان من المدهش رؤيتها في الحياة الواقعية، على الرغم من حقيقة أنها كانت خيالية. وهذا تكريم للأشخاص الذين جعلوا كل هذه الطائرات مشهورة من خلال إبداعاتهم التي أصبحت هذه الطائرات شخصية بارزة في حد ذاتها على الملايين الأشخاص. ففي هذا الفيديو متابعينا سنتعرف معا على أروع الطائرات الخيالية التي ظهرت في الأفلام. ولكن قبل أن نفعل ذلك كالعادة، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم. ولنبدأ بالرقم 10، DMC ديلوريون، الامتياز المستقبلي. آلة الزمن ديلوريون عبارة عن جهاز سفر عبر الزمن تم تصنيعه عن طريق تعديل سيارة DMC ديلوريون بمكثف تدفق. تتطلب السيارة 1.21 جيجاوات من الطاقة وتحتاج إلى السفر 88 ميلا في الساعة. لبدء السفر عبر الزمن تمت إضافة دوائر الطيران إلى ديلوريون في نهاية الفيلم الأول لتمكينه من الطيران، بالإضافة إلى الإطارات التي يمكن أن تدور أفقيا لتوفير الدفع صاعد. وللأسف لم تعد ديلوريون قادرة على الطيران بعد تدمير الدوائر الطائرة عند وقت ضربة آلة البرق. رقم 9، طائرة الميك 28. إن الطراز الميك 28 الذي شهد في فيلم توب غان عبارة عن طائرة مقاتلة خيالية، لأن الطائرات الفعلية مستخدمة هي طائرات من طراز نورثروب F5 للولايات المتحدة، وقد تم تطويرها على أنها طائرة مهاجمة في الفيلم. كما تم طراؤه اللون باللون الأسود لإظهار وضعها العدائي، كما رأينا في المدفع العلوي يستخدمون صواريخ مثبتة على قمة الجناح كأسلحتهم الجوية الأساسية في المشاهد الافتتاحية للمدفع الراحل. ورجل الجناح كوغار ضد الميك 28 بدون اسم تعريف من النيتو والجنسية غير محددة الأمة التي طارت الميك 28S لم يتم تحديدها على الإطلاق في الفيلم، ولكن من المفترض أنها من الطائرات الميك 28. رقم 8، طائرة من طراز SA-2 سامسون الذي شهدت في فيلم الأفاتار. فإن الطائرة SA-2 الخاصة الجوية هي طائرة ذات منفعة عامة، طائرة مصممة للقيام بمهام غير قتالية في الغالب، على الرغم من أنها لا تزال مسلحة بشكل لائق بالمدافع الرشاشة ذات الأبواب والأقراص الصواريخ القابلة للفصل للدفاع عن النفس. عملية RDA على الباندورا المستخدمة لنقل البضائع والأفراد من وإلى المواقع المعزولة تسمح نقطة الربط عملية التحميل بحبال للسامسونج بنقل بضائع إضافية أو كبيرة الحجم خارجيا. رقم 7، كانجت وهي طائرة متطورة يستخدمها الدرع والمنتقمون للنقل الشخصي والقتال الجوي. وهناك العديد من الطائرات كانجت النشطة منذ الأحداث التي أدت إلى غزو لوكي للطائرة الخماسية الأرضية التي تتمتع بقدرات طيران فريدة بفضل أجنحتها الفريدة التي تحتوي على مراوح التوربينيات، في حين أن معظم الطائرات الكانجت ذات تسليح خفيف. قدمت رؤية المشروع سلسلة من الكانجت مع مجموعة واسعة من الأسلحة في عام 1995. استخدم الكابتن مارفل ونيك فيوري أثناء رحلتهم إلى مختبر مارفل الذي يدور حول الأرض. رقم 6، الصياد القاتل الجوي. يشير المصطلح HQ أيريال إلى مجموعة واسعة من الصواريخ سكاينات الكبيرة المحمولة جوا التي تقلع وتهبط من غير البشر، والتي تتميز بمجموعة مدمرة من الصواريخ الليزر المتدلية والمثبتة على الأجنحة والمدافع البلازما التي يكون الهواء HQ مخيفا ومرعبا في الكثير من الأحيان. دعم العملية المسلحة الأرضية بواسطة أسراب من سلسلة 800 هيكلا داخلية، فهي واحدة من أكثر الأهداف خطورة بالنسبة للأعضاء المقاومة للاشتباك مع HK الجوي. وكان أول مشهد قاتل للصياد يظهر في اللحظة الافتتاحية للفيلم الأول من سلسلة تيرميناتور. رقم 5 في القائمة، طائرة الميج 31 فايرفوكس. فايرفوكس هو فيلم إثارة أمريكي أنتج عام 1982 من إخراج إستود، وبطولة الفيلم كانت مبنية على إنشاء مقاتلة خارقة أسطورية من طراز البيج 31 فايرفوكس. كان الفايرفوكس الأصلي من الرواية مطابق تقريبا من الناحية التجميلية للميج 25،
تم إنشاء النسخة المخيفة التي شوهدت في الفيلم خصيصا للفيلم، وتأخذ العديد من إشارات التصميم الخاص بها من SR-71 بلاك بيرد. وفقا للمسؤول الأمريكي، يبلغ طول الفايرفوكس 19.2 مترا وارتفاعها 5.15 مترا. رقم 4 FA-37 تالون، شوهدت في الفيلم عام 2005 في فيلم ستيلث. FA-37 تالون هي طائرة خيالية ذات مقعد واحد من المستقبل للبحرية الأمريكية. تارون قادرة على الطيران فوق سرعة الصوت مع 2 من التفجيرات النبضية أو المحركات سكرامجت. كما يوحي عنوان الفيلم أن التارون لديها قدرة على التخفي على طول مع أجنحة التبديل الأمامية المتحركة والأجنحة المدفعية الداخلية للقتال عن قرب. FA-37 تارون قاذفة مقاتلة بمقعد واحد مع سرعة نطاق حمولة متقدمة وقدرة خفية. يقوم البرنامج بتجنيد 3 طيارين فقط من بين العديد من المتقدمين، فالطائرة معقدة جدا في التحكم. رقم 3 طائرة إيدي، إن مركبة إيدي القتالية هي طائرة ذكاء اصطناعي خيالية ظهرت في الفيلم. لطالما كانت الطائرة في الفيلم ذات طبيعة نشطة للغاية ومرحة، وكان الهدف منها في الفيلم أن تكون مفيدة عندما ترى البشر. لقد حاولت كسب احترامهم حتى لو لم تكن أساليبهم هي الأفضل، على الرغم من عصيان إيدي للأوامر وقتل العديد من الأشخاص. فسيتم اعتبار إيدي الطائرة الشريرة الفضولية للغاية بشأن محيطه الذي استيقظت طبيعته المارقة بعد أن ضربها البرق، ومنذ ذلك الحين تحاول إثبات أنها يمكن أن تكون جيدة أو أفضل من أي طيار بشري آخر. في المركز الثاني طائرة الإكس جيت ذا بلاك بيرد، وهي طائرة خيالية ظهرت في المكتب المصور الأمريكي الذي نشرتها إكس جيت مارفل كوميكس، وهو مصطلح لسلسلة من الطائرات المتخصصة المستخدمة من قبل إكس مان. كانت طائرة الإكس جيت الأصلية عبارة عن لوكيد نسخة معدلة من SR-71 بلاك بيرد، صممه وصنعه هانك ماكوي في أوائل الستينات، وشهدت في العديد من التتبعات إكس مان، وهو جزء مبدع من الفيلم. أخيرا في المركز الأول حاملة الطائرات الهليكوبترز، وهي مراكز قيادة الطيران المتقدمة تتضاعف كحاملة الطائرات. تم تصميمها لتكون قادرة على الاستمرار في رحلة تعمل بالطاقة بشكل مستقل عبر 4 محركات توربينية ضخمة توفر الرفع اللازم لإبقائها في الهواء، على الرغم من أنها كانت قادرة على الاحتفال بقدرات سيبورن التي تم إنشاؤها في تقنية كجزء من تصميمات هاورد ستارك. بعد الهجوم على المروحية، قام توني ستارك بترقية حاملة الطائرات بحيث اعتمدت على تقنية الطرد بدلا من التوربينات التي تسمح لها بالبقاء في الهواء إلى أجل غير مسمى، حيث يبلغ طولها 252 مترا من قمة الجناح إلى الذيل. متابعينا لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لدي سؤال لكم، من بين هؤلاء الطائرات التي ذكرناها في الفيديو تريدون رؤيتها على الأرض الواقع؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وشكرا جزيلا على المشاهدة.